أكد وزير الزراعة والبيئة المهندس إبراهيم الشحاح حرص الوزارة هذا العام على استضافة شبكة الزراعة العضوية، كون القطاع الزراعي يعد أولوية من أولويات الحكومة. جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات اجتماع شبكة الزراعة العضوية للدول المتوسطية، والذي يعقد لأول مرة في الأردن ويضم 24 دولة. ويأتي الاجتماع بحضور ومشاركة كافة الجهات الحكومية والوطنية والدولية لتغطية المحاور المطلوبة للقطاع، حيث يتم التخطيط لتجميع وزارات الزراعة لبلدان البحر المتوسط وعددها 24 دولة تعمل على تبادل المعلومات والممارسات الجيدة المتعلقة بالزراعة العضوية وتبادل الاستراتيجيات المشتركة من خلال صانعي القرار لزيادة تطوير القطاع في منطقة البحر الأبيض المتوسط وتثمين إمكانياته في النقاش العالمي. رحبنا بالمشاركة بهذا الاجتماع الذي يأتي خلال مرحلة صعبة من الظروف الإقليمية المحيطة بالأردن وتأثيرها الكبير على أداء القطاع الزراعي نتيجة لتغيير الأنماط التي كانت سائدة سابقا، ولكن قدرة القطاع ومرنته الكبيرة المبنية على الخبرات العملية ساعدت بشكل جوهري بالاستجابة لطلبات الأسواق المحلية وكذلك الخارجية من حيث جودة المنتجات وتنوعاتها.